أولا تنشكر لو ستاد تي في على الاستضافة، وبصفتي محمد الجامعي مبتكر اللعبة منذ السبعينات، وتنشكر كذلك الصحافة الوطنية اللي كانت أعطت الدعامة الكبيرة اللي وصلت الكرة القاعة أو كرة السلة لهذا المستوى، وبالفضل ديال الشبان الحمد لله المغاربة، والفضل ديال المدرب هشام الدقيق الإطار، وبالفضل ديال السي حكيم دومو اللي دعمته هو من جهته هاد اللعبة، تمكنا اننا نفوزوا بكأس افريقيا اللي غابت على المغرب منذ 1976. استضافة المغرب للبطولة الافريقية وان كان انه جاءت متأخرة، ولكن هي خطوة يعني في الطريق الصحيح لتنمية هذه اللعبة، وهي كانت في أمس الحاجة لهذه التظاهرات الدولية، لأنه في أيام في غياب جهاز تأطيري لما كانت أجاكس القنيطرة تسوق قافلة هذه اللعبة لم تكن هناك بطولة وطنية، كنا نطالب بتنظيم بطولة وطنية ولكن ما كانتش تعطيو عناية لهاد اللعبة وما عارفينش القيمة ديالها، كنا مقتصرين على المشاركات في الدول في البطولات الدولية، وكنا تنظموا بطولات دولية كثيرة في المغرب اللي عطات إشعاع لهاد اللعبة وساعدتنا على توسيع الرقعة ديالها والممارسة ديالها من طرف الشبان حتى انتشرت في جميع أنحاء المغرب، وإحنا ولله الحمد عندنا فريق وطني هو تظهر في المحافل الرياضية، شارك مرتين في كأس العالم، حاز على كأس إفريقيا في 2016، وها هو إن شاء الله غادي يدخل. نطلب من هشام الدقيق أنه يرفع من سقف طموحات ديال هذا الفريق حتى نزيدوا بهذه اللعبة القدام، وتنطلب من هذا المنبر الصحافة الوطنية باش تقوم بتغطية إعلامية كبيرة يعني مكتوبة ومرئية باش يعني نظهروا لهاد الشبان اللي جايين باش يتحمسوا وتهما يدخلوا في ممارسة هذه اللعبة، والحمد لله حنا عندنا شباب شغوف لهذه اللعبة وراهي تتمارس في كل في كل في كل في كل مكان في كل جميع أنحاء المغرب. استضافة المغرب لهذه التظاهرة يعني الفضل ديالها كان فتح المجال لجمهورية مصر باش مشات ثلاثة المرات للمونديال، أي سنة 2000 2004 و2008 الوقت اللي كانت ورتات تنظيم التظاهرة الإفريقية، وحنا تنعرفوا لما دولة تتنظم بطولة في بلادها تيكون معاها الجمهور تيكون معاها يعني في الميدان ديالها 50%، ومن بعد منها نظمتها ليبيا في 2012 ومشات حتى هي للمونديال، وجات من بعدها جنوب إفريقيا اللي نظمتها في 2016 وكانت لصالح المغرب. احنا الان الحمد لله في 2020 غننظموها وغادي نستافدوا منها كثير 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 كثير، وبين قوسين علاش نذكر هذا تنظيم هذه التظاهره؟ لانه مصر نظمت مؤخرا الاقصائيات ديال المشاركه في الاولمبيات بوينس ايرس للشباب، وفعلا تنظيم الاقصائيات في مصر اهلتها وشات شاركات في الاولمبيات، وحنا دائما تنبقاو هذا
وما كنتش تنعرف علاش كان هذا التخوف، لانه في الوقت اللي كانت اجاكس كنا تنظموا تظاهرات دوليه كبيره، ومنها على سبيل المثال تظاهرات اوروبا للامم اللي شاركت فيها 11 دوله، وكانت مقسمه بين الدار البيضاء وقنيطره والرباط، وكانت يعني تحظات بواحد التغطيه اعلاميه كبيره، وكانت القناه الثانيه سهرات على نقل المقابلات في المباشر. تطوير اللعبه، وان كان انني عندي منذ زمان، انا اتذكر انه في 98 يعني قدمت مشروع السي حسني بن سليمان لما كان رئيس الجامعه لتنظيم بطوله وطنيه، ولا زلت احتفظ بالرساله، وكنت طلبت فيه واحد النظام كيفاش غادي نسلكو واننا غننظمو. كنت طلبت منه اننا نبداو بالمدن اللي تتوفر على قاعات، قلنا مراكش، الدار البيضاء، فاس، القنيطره، ولكن نبداو بسته او سبعه او خمسه، ومن بعد تنزيدو تنكبروا تنوسعوا المشاركه ديال المدن. علاش؟ وهنا كنت تنطلب منه انه ما تكونش العشوائيه في المشروع، انه اللي غيتبنى هذوك الفراقي هما الفراقي الكبار، اي كوكب مراكش، الوداد، الرجاء، الكاك، البلايص اللي فيهم القاعات، هما اللي يتبناو دوك الانديه، لانه الان عنده انديه تيشرفوا عليها اشخاص ما عندهم حتى شي درايه بهذه اللعبه. كاين واحد الظاهره انه خاصه عندنا في قنيطره كاين عدد ديال الانديه خمسه في البريمير ديفيزيون وجوج في الدوزيام ديفيزيون، وان الفرق يدير تباع بالمزاد العلني، يعني واحد عنده محلابه او عنده تاكسي تينوض تيكون فريق تيطلع به البريمير ديفيزيون، وكاين واحد الدعم اللي ولاو تيشدوه هو 32 مليون، ومن بعد تيطلع البريمير ديفيزيون تيبيع حل واحد اخر وتباعو ب 26 و 30 مليون. كاين الفرقه اللي تباعت ثلاثه الخطرات، والان هذا العام راه كاينين ثلاثه للبيع، وتتبقى العشوائيه، انه كاين حاجه انه اللاعب تيلعب معك واحد السنه، ملي تيسالي الموسم تيحر تيمشي بحالو، وانت ما تبقى ما عندكش لعابه، ما عندكش فريق. فعلاش انا كنت طلبت؟ لانه عارف بانه الا شدها رئيس ديال الوداد ما غيتلاعبش باللعبه هكا، اللي شدها الرئيس ديال الرجاء ما غيتلاعبش باللعبه، فغتكون واحد السلطه، غيكون واحد النظام وواحد الاحترام، وغادي يزيدوا باللعبه لقدام. تنتمنى انه السي القجع يشوف لهذا الجانب، وانا تنطلب من السي القجع، تنطلب منه من هذا المنبر انه الا بغى يقبل انني نجلس معاه ويوفر لي واحد ساعه المكانه ونعطيه المشروع ونتحدث معاه وياخذ مني، لانه